في أول تجربة لها في المغرب بدأت منظمة ألمانية تدعى بيكسل هيلبر منذ عام ببناء أكبر نصب تذكاري للهولوكوست في العالم. المشروع يقع في بلدة آية فاسكا على بعد 26 كيلومترا من مراكش، وهو الأول من نوعه في شمال أفريقيا، وكان من المخطط أن يضم 10,000 شاهد قبر يحيط بمركز معلومات للإعلام، إعلام الزوار عن الهولوكوست. المشروع يهدف لتأسيس مركز تعليمي في جنوب المغرب يدرس أهوال المحرقة اليهودية والاطلاع على تلك الحقبة، يضم النصب غرفا لإظهار جميع جوانب الحياة في معسكرات الاعتقال. كما تأمل المنظمة أن يعزز هذا النصب الصداقة بين الدول الإسلامية واليهود، وكانت المنظمة تنشر بثا مباشرا لأعمال البناء في الموقع. أشارت إلى أنها تهدف إلى لفت الانتباه إلى حالات التعذيب وسوء المعاملة الفردية، وحثت الدول على اتخاذ تدابير وقائية لتجنب تعذيب واضطهاد الأقليات وحظر استخدام الاعترافات القسرية في المحاكم. لكن بعد نحو عام من بدء أعمال البناء، قامت السلطات المحلية في مراكش بهدم النصب التذكاري، وهذا النصب للهولوكوست، وذلك لعدم حصوله على التراخيص اللازمة التي يتطلبها القيام ببناء أي منشآت. ويظهر في هذا الفيديو هدم بعض الأعمدة الأسمنتية في موقع البناء. السلطات المحلية في إقليم الحوز في المغرب علقت على هذا، تقول: الأخبار المتداولة عن إقامة مشروع من طرف مواطن أجنبي يضم متحفا والعديد من المرافق بالإضافة إلى نصب تذكاري جمعت آية فاسكا لا أساس لها من الصحة. المصالح المتخصصة لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع، والذي يتطلب إقامته الخضوع للمساطير القانونية، ويستلزم الحصول على التراخيص الإدارية والتراخيص الإدارية اللازمة. بالمقابل، قال مؤسس منظمة بيكسل هيلبر أوليفر بيكونسكي، يقول: نعارض تدمير النصب التذكاري الذي يذكر بضحايا اليهود في أوروبا واضطهاد الأقليات مثل المسلمين الإيغور والمثليين. أعلمنا السلطات المغربية بخططنا، لكن للأسف لم تتعاون السلطات معنا منذ البداية. تفاعل رواد مواقع التواصل مع الموضوع. مثلا يقول لك علاء الشمري، يقول: خير ما عملوا، يجب أن نتعلم من المغرب الغالي على القلوب. حسن بوخفيق يقول: ينبغي أن يفتح تحقيق في نازلة نصب الهولوكوست وتنوير الرأي العام وترتيب الجزاءات المستحقة. بناء نصب للهولوكوست بالمغرب أكبر عمل استفزازي يمكن أن تقدم عليه الصهيونية العالمية. تغريدة دلخواز قامشلي يقول: يجب بناء نصب تذكاري بنفس الساحة لشهداء مجزرة دير ياسين ومجزرة القدس ومجزرة حيفا بحق الشعب الفلسطيني.